مسرح سيدي بالعباس في ضيافة تلمسان، جانب من فعاليات تظاهرة أسبوع المسرح، معرض لمسرح سيدي بالعباس، تقديم عرض مسرحي بعنوان في الحيط المسرح الجهوي سيدي بالعباس، ليختتم بتكريم فني للسيد كمال بن ديمراد ناقد مسرحي من أبناء مدينة تلمسان. أسبوع المسرح متواصل إلى غاية 20 ماي 2023. مواعيد ثرية، مسرحيات وفنيات، كونوا في الموعد، نلتقي لنرتقي فنيا وإبداعيا، تحت الرعاية السامية لوزارة الثقافة والفنون، مديرية الثقافة والفنون تلمسان، المسرح الجهوي سيدي بالعباس. الاشتراك على قناتكم اليوتيوب ناوم تي في وتفعيل الجرس، ما تنساوش باش تابوني ايضا في الفيسبوك زوينين ناوم تي في باش يوصلكم كل جديد.